تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أقامت المحافظة حفل تكريم الجهات المتعاونة في إنجاح موسم البر، وأكد سموه على الدور الفاعل للشراكة والتعاون الوثيق بين المحافظة وكافة الجهات المتعاونة في إنجاح موسم البر بكل المقاييس الأمنية والخدمية، بالإضافة إلى تعاون مرتادي البر، الأمر الذي يمثل إضافة حقيقية على مسيرة التواصل والشراكة مع مختلف القطاعات، منوها في الوقت ذاته بما قدمه القائمون على موسم البر من نماذج ناجحة كان لها أثرا إيجابيا على مرتادي البر والمخيمين طوال فترة الموسم، مبينا سموه أن ما تشهده مملكة البحرين من الانفتاح المجتمعي والشراكة المثمرة بين القطاعات هو ثمرات توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الارتقاء بالعمل الاجتماعي والأمني والخدمي ومساندة ودعم الصلة بين أفراد المجتمع، مبينا سموه التوجيهات السديدة لمعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع مناطق المحافظة الجنوبية وفي المناسبات السنوية كافة، من أهمها موسم البر الذي ساهم بشكل فعال في تحقيق إنجازات أمنية واضحة تشمل جميع القطاعات والجهات الأمنية المختلفة. كما ألقى السيد محمد بن إبراهيم الرميحي رئيس قسم التنمية الاستثمارية في المحافظة الجنوبية كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على دعمه اللامحدود في إنجاح الموسم، مشيرا إلى دور التكاتف الأمني والتنسيق المشترك بين كافة جهات وزارة الداخلية الذي ساهم في تحقيق سبل الأمن والسلامة، حيث شهد هذا الموسم انخفاضا في عدد القضايا الأمنية. بعد ذلك تفضل سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم ممثلي الجهات المتعاونة في موسم البر، واختتم الحفل بتقديم هدية تقديرية لسمو محافظ المحافظة الجنوبية من قبل القائمين على موسم البر لدعم وتوجيهات سموه المثمرة في إنجاح موسم البر المنصرم.